مستر امادو، يعني كلامك دايما بيدينا بالامل ويدي يعني لاسر كره السله وللشعوب الافريقيه الامل، لان كره السله مناسبه جدا للجينات الافريقيه. يعني الافارقه يعني او كل الاخوه الافارقه، كره السله هي لعبه مناسبه لجيناتهم ومناسبه لقوتهم. بس الحقيقه النهارده انا عايز اروح لنقطه تانية، وهو اختيار البال باسكتبول افريكان ليج للقاهره لاقامه تصفيات الكونفرنس نايل او نايل كونفرنس للمره الثالثه على التوالي في القاهره. ليه اختياركم جه للمره الثالثه للقاهره، وده يعني ايه او يعني ايه ليكم؟ Yeah, so we are coming here for the third time. نحن أتينا هنا للمرة الثالثة. نعم. Egypt has always been, لديها some of the one of the big countries when it comes to basketball. هي واحدة من أكبر الدول في إفريقيا. I know for a long time the headquarters of FIBA Africa, that was AFABA. منذ أعوام بالعمل مع الاتحاد الدولي والعمل مع الاتحاد الأفريقي. أعتقد أن مصر top leadership. هي دولة رائدة في كرة السلة. How national teams have كما نرى المنتخب المصري ويؤدي كان طبيعيا لما كان طبيعيا سبب اختيارنا لمصر. لديكم اهتمام كبير بكرة السلة في مصر. خلال السنوات الثلاث الماضية لدينا رأينا العديد من الجماهير تأتي وتشارك. وأعتقد أيضا خارج الملعب لدينا مبرر كبير لما اخترنا مصر. فمن السهل الإجابة على هذا السؤال. هي دولة كبيرة، لديكم اهتمام كبير بكرة السلة والمواهب، لديكم ناديان كبيران على مستوى افريقيا في كرة السلة سيطرة خلال الثلاث سنوات الماضية، وجهودكم تزداد محمد عبد المطلب وايضا اداره كرة السلة في مصر تهتم وتدعم اللعبة بشكل كبير. الفرصة هنا كبيرة لنطور كرة السلة وننشرها من خلال إفريقيا. مستر أمادو، أروح لحضرتك في محور جديد وهو البنية التحتية الرياضية في مصر. حضرتك يعني حضرتك جيت أكتر من مرة القاهرة، والحكومة المصرية بتعمل على تطوير البنية التحتية الرياضية، ومعرفش حضرتك عارف ولا احنا يعني مصر تقدمت باستضافه اولمبيات او دوره الالعاب الاولمبيه 2036 كاول دوله افريقيه في مستوى التاريخ ان هي تستضيف الاولمبيات. والحكومه المصريه يعني شغاله على ده وبتحاول توصل لده في الوقت اللي السنغال هتستضيف 2026، ونتمنى ليها كل التوفيق. الدوره الاولمبيه العالميه بالنسبه للشباب، واكيد ده حدث في السنغال كلنا بندعمه وكلنا واقفين وراه، وهنبقى سعداء جدا لو نجحت السنغال، وان شاء الله هتنجح السنغال في تنظيم هذه البطوله. كيف ترى البنيه التحتيه في مصر وتطورها استعدادا ل او دعما لملف مصر في اولمبياد 2036؟ شايف البنيه التحتيه كيف تتقدم في كل شيء؟ والبنيه التحتيه لا اقصد هنا الصالات والمباني، اقصد كمان البنيه التحتيه البشريه من كوادر وخلافه. كيف ترى تطور مصر في البنيه التحتيه الرياضيه؟ Look, I've been very impressed, أنا ذهلت حينما رأيت ما يحدث التطوير الذي يحدث في مصر خلال السنوات الماضية. منذ أشهر كان لديكم فقط خلال أشهر الاستاد الأولمبي. قمنا برحلات وحضرنا الكثير من المباريات. أعتقد أن يوجد حركية كبيرة في التعامل مع هذا الملف في مصر. لديكم قيادة قوية وقيادة حكيمة أن يضعوا مصر على الخريطة العالمية، وأن تستضيف مصر دورة ألعاب أولمبية. أعتقد أن هذا قابل للتحقيق. أعتقد أن هذا مصدر إلهام لجميع البلاد الإفريقية. أعتقد أن البنية التحتية الرياضية في مصر تطورت، مصر تقوم بعمل جيد، وهذا دليل
in South Africa that اعتقد ان هذا دليل ما رايناه في من من في جنوب افريقيا. ايضا يقومون بعمل رائع. Yes. يجب ان نكون فخورين بما تقومون به وان نجد المعايير العالميه تتحقق على ارضكم وليس فقط في الملعب وانما على مستوى الاحترافيه ككل. السعة الجماهيرية مصر لديها فرصة قوية جدا من وجهة نظري أن تستضيف الأولمبياد لأول مرة في مصر في أفريقيا كما ذكرت في عام 2026 ستستضيف السنغال دورة ألعاب الأولمبية للشباب فبالتالي هذا مشروع اللجنة الأولمبية في السنغال ولا شك عندي أننا سنجد الدول الإفريقية في مصاف الدول في القادم. طبعا يعني دي اجابه اسعدتني جدا ان حضرتك يعني شايف التطور اللي بيحصل في البنيه التحتيه المصريه واكيد بنتمنى كل التوفيق للسنغال في مهمتها القادمه 2026 باستضافه اولمبيات الشباب وان شاء الله مصر توفق في 2036. وبالرغم من ان مستر امادو حضرتك يعني لعبت في الام بي وعشت في الولايات المتحده الامريكيه سنوات طويله ولكن انت ما زلت تحمل افريقيا في قلبك ودايما بتدور على كل ما هو يفيد هذه القارة من خلال موقعك وان انت تنقل تجربتك اللي عشتها وانت لاعب في الـ NBA وتسهل للاعبين من وراك او تذلل لهم الصعاب اللي ممكن يوجدوها في رحلتهم للعب في الدوري الاشهر وهو الـ NBA.